التعليم كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا ميثود سامبليس بطريقة جد مبسطة وسهلة. غنحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم شرح بقدر الامكان بالبساطة باش ان شاء الله كلشي يخرج فاهم من هذا الفيديو، لان طريقة الميثود سامبليس هي ماشي صعيبة، ولكن يعني بحال كنقولوا فيها داخ توخ، يعني الطلبة كيدوخو فيها او كيدوخو ما كيعرفوش يتعاملوا معاها مزيان. فاذا كنا نحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم نبسط قدر الامكان، نمشيو بخطوة بخطوة وكل حاجة كيفاش كنديرها. الوغ غادي ناخدو هاد المثال هذا اللي بين يدينا، خصنا ماكسيميزيو لا فونكسيون ديال ليكونومي اللي هي عندنا زاد كتساوي 400 اكس 1 بلس 500 اكس 2. طبعا السكون خان ديالها 4 اكس 1 زائد 6. المهم رايكم بانكم. الوغ هنا في الميثود دو سامبليكس خصني اول حاجه كندير هي شنو هي، كنرجع هاد المتراجعه هذه اللي عندنا هنا كنرجعها للمعادله، ولكن ما يمكنش لي نرجعها نيشان، خصني نزيد واحد ليكار صافين الو باش يوازنوا لي اللعبه، يعني كنزيدهم كنسمينا او 1 وفي المعادله الثانيه كنزيد او 2، بحيث كنقول ان هاد اي 2 و اي 1 راهم اكبر من زيرو صافين، يعني خصهم يكونوا موجبين باش يمكن يديروا لنا ليكيفالون. الو هنا كندير تساوي وكنرجع معادل. دونك هادي اول ضروره الشباب نديرو هادي، الا كانت عندنا يعني كانت عندنا كونترانت وحده اخرى كنزيدو او 3 كانوا 4 او 4 و سينا نسويت. الو هنا غنشوفو كيفاش كنعمرو الطابلو الاولاني. دونك في التاني كندراسي الطابلو الاولاني، الطابلو الاولاني هذا الطابلو ساهل شوكولا، داك كادو ساهل في التعمار ديالو. الو كنحط هنا عندنا او او باز وعندنا او باز اون باز، او باز هما القيم يعني لهاد اكس واي زد، ملي كنحطهم هنايا عارفين يكونوا دائما او باز في الدبا. من بعد هنا كنحط بلاص او 1 و او 2، ولكن كنحط فارغين لان هاد او 1 و او 2 كنحطهم دون لا باز يعني داخل. هنا كنحط زد، هنا كنحط واحد العيبه تسمى بي، هي عبارة على المهم نشرح لكم بشوية بشوية. وهنا كنحط واحد لا ريزيدونس، دونك من بعد نشرح لكم شنو كيساوي. الوغ نبداو نعمر في الطابلو. دونك انا كنمشي مثلا بغيت نعمر الصف الاولاني يعني كنمشي ليكواسيون الاولى هادي. الوغ كناخد مثلا اكس ان شنو قدامه، قدامها 4، اكس 2 شنو قدامها 6، كما قلت انا هادو بلاصت او 1 او 2 ملي غادي يدخلوا ولا يخرجوا. دونك هنا كاين بلايص ما غير ما مكاينش، دونك ولكن خصني ناخذ القيمه ديال شحال كتساوي. عندنا شنو قدامه واحد، ولكن او 2 في الصف الاولاني ما عنديش، اذا زيرو. وانا كندير هاد بي كنحط فيها 60، يعني لي سوليسيون اللي كاينين هنا او 2. او 2 شنو كندير، كندير 8 3 او 1 ما عنديش اذا زيرو، وهنا عندي او 2 اذا ندير بلاصتها واحد. طبعا هنا كنحط لو ماكس ديال زد يعني 400، و تما كنحط ديال اكس 2 اللي هو 500. هنا كنحط صفر وهنا كنحط صفر. طبعا هنا كنحط واحد 240 نسيتها ما درتهاش او فاهمين. طبعا هنا الى عوض هنا اكس 1 و اكس 2 بزيرو غادي يعطوني لو زد كيساوي زيرو، المهم دائما كتساوي زيرو في الطبخ. اوكي هادشي كامل مزيان استعدنا فهمنا، دابا غادي نشوفو اش شوف كيفاش غنديرو. الو هنا شنو غادي ندير، هنا كناخد الاكبر في هاد الجوج صافي اكبر في الصف كامل. دونك هنا هو هذا، دونك علاش باش يعطيني واحد الكولون كتسمى كولون دو بيفو، دونك هذا هو الكولون كامل. ومن بعد كنشد اش كنمشي كنكالكولي ديك اخ اخ هنا شنو غادي تساوي لنا، غادي تساوي لنا هي بي ديفيزي على اكس 2 على الصف تاع اكس 2 كامل. هذا غادي تعطيني شحال، 60 على 6 غادي تعطيني شحال هي 10، وهنا عندنا 240 على 3 غادي تعطيني شحال هي 80. الو اذا هنا كناخد الصغير فيهم علاش باش نلقى البيفو. الو لو بيفو عندنا هنا شكون هو، هو 6 متفقين الشباب. الو هذا هو الكور، هذا هو البيفو. الو من بعد شنو غادي ندير، يعني اشنو يعني، يعني اكس 2 غتدخل بلاص اكس او 1 او 1 غترجع لبلاصتها صافين. يعني هنا لا فالور سورتونت هي او 1 ولا فالور اونترونت هي اكس 2 صافين. الو هنا نشوفو الطابلو الثاني ان شاء الله. دونك علاش نمرو للطابلو الثاني، لان خاص ما يبقاش عندي كلهم هاد لي زيد، خصهم كلهم يوليو صفرات ولا اعداد سالبه، يمكنش يكون عدد موجب، ما يبقاش عدد موجب. دونك الا وصلنا للوزيط اننا لقيناهم كلهم سالبين او انهم كلهم كيساويو صفر، ساعه وصلنا لا سوليسيون اوبتيمال. اتفقنا الاخوان؟ راه ندوزو للطابلو الثاني. الطابلو الثاني خصكم تحضيو معايا شويه حيت فيه داخل دوخ. اذا دابا غادي نشوفو الطابلو الثاني.
الطابلو الثاني خصكم كما قلت لكم تحذيو معانا في التعمار ديالو. الو كما قلنا قبيله، شكون اللي غادي يخرج؟ شكون اللي غيولي اون لا فالور سورتونت؟ لا فالور سورتونت عاد تكون عندنا هي يو ان، يعني هاد يو ان غادي يجي بلاصتو. طبعا يو دو ما غاديش يكون، يو دو غادي يبقى بلاصتو. هاد اكس دو غادي ترون بلاصه هنا، اذا ما غاديش يبقى بلاصتو هنايا وعاد تولي اكس ان هنايا. الو من بعد شنو كندير؟ المهم هادو الحطه. الو هنا كيفاش كندير؟ كنقسم كل شيء هاد الصف كامل على البيفو ما دون هاد اخر هادي كامل، صافي كل شيء كيتقسم على البيفو. اذا الا قسمنا 4 على 6 دونك نقسم بحال هكا، كل شيء كيتقسم على البيفو. دونك هنا 6 على 6، هنا 1 على 6، وهنا 0 على 6، وهنا 60 على 6. عطانا شحال؟ عطانا هي 10. الو هنا غادي يعطينا 0، وهنا غادي يعطيك 1 على 6، هنا 1، صافي. الو انا نحي هادشي حيت غير بغيت ندير لكم بحال هكا. دونك كنظن ان السطر الاول تفهم، يعني السطر الاول شنو كدير؟ فقط كتقسم كل شيء على البيفو. ولكن علاش قسمناه؟ حيت عندنا البيفو جا هنا، صافي هنا انترسيكسيون، يعني هذا هو اللي قسمناه كامل. مثلا كون كنا هنا ميمكنش نقسم هذاك كلشي على، يعني غير اللي في البيفو كنقسم هذاك الصف اللي في البيفو كلشي على البيفو. الو سي بون شوز، اش نبقى لينا؟ بقى لنا هاد الصف هذا وهاد الصف الاخراني. الو هنا كنرجع شنو كندير؟ كنستخدم بيفو دو غوس ولا جوردون دو غوس. المهم شنو كندير؟ كنسمي هذا دونك هذاك اللي في البيفو كنقلب عليه. الو هنا كنسمي هذا L2، هذا L3، صف اللي بقاو ليا من هذا الصوف اللي عندي. وكنجي نهود داك الصف اللي كنت قسمته كله على البيفو كنسميه L1، صافين. الو دابا كيفاش غادي ندير؟ هنا غادي نهتم فقط غير بهاد اللعيبه هادو اللي عندي هنا، يعني مثلا ما بغي نكالكولي هاد لا فالور اللي كاين هنا. اشنو غادي ندير؟ ندير جوج، عندي عنق الصف الثاني اللي هو هذا ناقص كان شنو العدد اللي عندي هنا في هاد اللعيبه ديال البيفو؟ عندي 3، اذا هنا عندي الثالثه كناخذها من بعد. دونك هي 3 في ال ان، يعني 3 في هاد الصف هذا. ولتحت شنو كندير؟ كندير ال 2 ال 3 عفوا، متفقين؟ موا شحال عندي هنا؟ 500 فوا ال ان، صافين. الو المهم قبل ما تكالكولي هاد الصف خاصك ضروري تكالكولي الصف، شوف واش عطاوك زروات ولا لا. عطاوك زروات كنوقع ولا اعداد سالبه. الو غادي نمشيو نكالكيلو هاد الصف التحتاني ونشوفو نشعل. الو نحاول نعطيكم هاد اللعيبة هادي دي من اختراعي الشخصي. الو حط ال 3 وانا ال ا، علاش؟ حيت ملي كتبغي ترجع من هداك تقدر تغلط وإذا كدا وقفو شي وحدة كتقول ليها باش تحسب بيهم نتا، متافقين؟ يلا على بركة الله غنمشيو مع أول فالور اللي غادي تكون هنا، متافقين؟ الو شنو غادي نديرو؟ كنشد أول حاجة عندنا في أول حاجة بالنسبة ل 3 اللي هي 400، متافقين؟ الو كندير 400 موا 500 فوا الان. الان هو الصف تاع البيفو، سي هو جوج على ثلاثة، خصني ناخذ نفس اللعيبة ديالته. الو جوج على ثلاثة، الو توصل حسبنا غادي يعطينا شحال؟ غادي يعطينا 200 على ثلاثة، متافقين؟ اذا هنا غنحط اش؟ غنحط 200 على ثلاثة، مزيان. دابا دي كالكوليتر غندوز دابا لا فالور. حد نسيت ما قلتش لكم ان كاع الكولون تاع البيفو كياخد صيرو، هذاك اللي ياخذ صيرو هذه نسيت ما قلتهاش لك، سمحوا لي مع اليوم شويه مدير. الو ناخذ اش دابا؟ يلا الاول حسبناه، الثاني حسبناه، كما كما قلت كنا نحط انا واحد شي كله زيروات. الو صافي دونك نمشيو لاش؟ نمشيو لا فالور الثالثه. الو ال 3 شحال كيساوي عندنا؟ دونك 0 ناقص 500 فوا ان ان اللي هو شحال؟ سي 1 على 6. الو في الكالكول عطانا ناقص 500 على 6، و كنجي كنحطها هنا ناقص 500 على 6. لو عند يلا اخر فالور عندنا شحال؟ عندنا هنا 0، متفقين؟ اخر فالور في ال 3 عندنا 0 ناقص 500 فوا 0. الو هي 0، يا ربي تكون تفهمات يا ربي، متفقين؟ لو نسيت عاوتاني واحد اللعيبة هنا، ان انا عندنا 10 في البيفو ديال هذاك، صافين. وفي الال 3 عندنا هنا 0، دونك هادي وهادي حنا نزيد خصنا نكالكوليو الماكس ديالو. الو سيب يا شباب يلا نكالكوليو. يلا لا فالو الاخر عندنا شحال؟ عندنا هنا 0، صافين ناقص 500 فوا دونك هادي 4، دونك ديجا حسبنا 4. دابا نشوفو الخامس، دونك الخامس هو هذا. اذا عندنا 500 فوا 10 اللي عطانا شحال؟ هي ناقص 5000.
اذا انا شنو كنلاحظ، كنلاحظ ان ما كاينش كاين هنا اصفار، قالت لي دابا هادي، اذا خصني ندير طابلو واحد اخر، يعني خصني نحسب الصف الاخر باش نعاود ندير نفس القضيه. يلا الشباب دابا غنمشيو عاود تاني نفس القضيه، غنمشيو نحسبوا L2 موان 3 L1. غير هو الشباب كما قلت ديما دير هاد اللعيبه هادي في الوسط غير باش تفيدك انت، لان الطابلوات كيدوخو شويه كتبقى تشوف مع الاكزام الانسان كيتقلب. الو المهم نمشيو يلا L2. دونك L2 شحال عندنا؟ لا فالور الاولى اللي غتكون هنا انا نسميو ديما ديال اللعبه ديال 1 2 3 4 5، متفقين؟ يلا باش يجيو مود 5 هادو اللي عندنا. يلا نديماري ان شاء الله. عندنا L2 هو شحال؟ هو 8 فوا 3. L1 شحال كيساوي؟ عندنا سي 2 على 3. الو ديك الكلمه عطانا شحال؟ عطانا هي 6. دونك يلا فالور اللي كاين هنا. الو لا فالور الثانيه ما كنحسبوهاش، دونك ديجا القرور عندي كامل. اذا غنمشيو دابا ل L2، صافي باش نحطو لا فالور الثالثه هنا. دونك الثالثه شنو عندنا؟ عندنا L2 كتساوي 0، راه 0 في 3 ناقص 1 على 6، صافي. الو انا عطانا شحال؟ سي ناقص 1 على 2. اذا كنجي كنوضع هنا شحال؟ سي ناقص 1 على 2. دابا غندوزو عند لا فالور الرابعه. الو لا فالور الرابعه فوالا هنا، اذا عندنا اش؟ عندنا 0 ناقص 3 فوا E1. E1 عندنا شحال؟ هنا هي فوا. اذا غنمشيو دابا عند لا فالور الرابعه اللي غتكون هنا. الو الرابعه نمشي نشوف شنو عندنا. عندنا L2 هو 1، الو 1 ناقص 3 فوا 0 اللي يعطينا هو شحال؟ سي 1. وغادي نحط هنا 1. الصف الاخرى عندنا لافالور 5، اذا عندنا 240 3 فوا 10 اللي عطانا هي 210، وغنجي نحط عليه هنا. دونك من جديد عاود تاني، هنا ما عنديش كل ما سواوش كلهم زيرو، ماشي كلهم سالبين. اذا شنو غندير من جديد؟ غنحاول ندير طابلو واحد اخر عاود تاني ونعمرو. راه بنفس الطريقه الشباب غادي نحاولوا بعدا نكتشفوا بيفو دو غوس شحال كيساوي. الو انا شنو غادي ندير هنا؟ غادي نمشيو نفس القضيه، غادي ناخذ الكبير في هذا الشيء اللي عندنا. الو الكبير عندنا هو 220 200 على 3. اذا هنا غتكون عندنا هو هذا الكولون دو بيفو، دونك كله كيما درت قبيله نقسمو على هذا. الو كله غيتقسم على 203، يعني هنا باش نحسبو ار غنديرو اش؟ غنديرو بي ديفيزي بار اكس ام، اللي غيعطينا هو شحال؟ غادي يعطينا 10 على 2 على 3، نشوفو شحال كتساوي. وانا غنديرو هي 210 على 6، يعني كنقسم دائما هادو باش كنعرف شكون هي لافالون اللي قليلة. الو عطاتني 15 و عطاتني 35، اذا هنا يعني غادي يكون عندي الكولون دو بيفو هو هداك التقاطع ديال هذا، متفقين؟ الو البيفو عندنا هنا شحال؟ سي 2 على 3. يعني دراسي الطابلو تشد. يلا دابا نتابعو معنا كيفاش غادي نعمرو من جديد. الو هنا تقاطعوا ليا في هذا. اذا هنا شنو كيعني؟ ان اكس ان غادا تدخل لاباز، شكون غادا تخرج؟ غتخرج اكس 2، حيت النقطة ديال التقاطع اللي هنا، متفقين؟ الو انا غنعطيهم بلاصة اكس 1، هنا اكس 1 بلاصتها تبقى خاوية، هنا اكس 2 غادي تدخل لبلاصتها ترجع لبلاصتها، او 1 غادي تبقى في بلاصتها، و او 2 تاهي غتبقى في بلاصتها، و انا غادي نبقى خاوي. ومن جديد عاوتاني شنو غادي ندير؟ غنقسم الصف تاع البيفو كامل على البيفو، سيتادير هي 2، هنا غيبقى عندنا في بلاصة البيفو عطانا هنا الكولون 1 0 0، متفقين؟ نمشي لاخر كله غيتقسم على 2 على 3، غتولي لنا 1 على 2 على 3، غتكون لنا 1 على 6 على 2 على 3، وهنا غتولي عندنا شحال؟ 0 على 2 على 3، وهنا عندك 10 على 2 على 3. هاد القناة دائما كنخليها خاوي باش نشوف واش يمكن لي نكمل ولا نوقف. دونك حسبو هادشي بعد، وانا حسبنا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير نفس القضية ديال النقبيط. دونك L2 L3 هنا اللي فيه البيفو كنسميه L1، وكنطبق الالغوريتم. الوغ الالغوريتم شنو هو؟ دونك هو L2 موا، الوغ انا عندي 6 كنحط 6 وكنقصها من الصف الاولاني. الوغ L3 عندنا هي 200 على 3 مضروبة فاش؟ L1. دونك كيما قلت الشباب ضروري خصني كالكولي هاد الاولانيه هي الاولى، متفقين؟
ماشي لا تعطيني هذيك بلا ما نكمل الحساب، ماشي دائما نبقى نحسب هذه الاولى، دونك ضروري خصني نحسب الاخرانيه باش كنشوف واش عطاتني كلهم لي فاريابل كلهم عطاوني زيرو ولا لا. اذا عطاوني زيرو صافي، ولا اعداد سالبه صافي كنوقف، دونك كنعطي لا سوليسيون اوبتيمال. دونك المهم نمشيو نشوفو صف كيفاش كنكولو على عاوتاني. اوكي دونك كما قلت لكم الطريقه اللي كندير انا طريقه زوينه، يعني ال 1 ال 3 بلا ما تبقى ديما راجع للطابلو باش تبقى ديرها في الوسخ. الوغ لا فالور الاولى ما غاديش نكالكولي واحد، ديجا عندنا مكالكولي هي صفر. الوغ دابا نشوفو علاش، نمشيو نشوفو الخانه الثانيه شنو غادي يكون فيها. الوغ الخانه الثانيه باش نكالكوليو على حساب الالغوريثم قال لي ال 3 ال لا فالور الثانيه، نمشيو نكالكوليو لا فالور الثانيه باش لا فالور الاولى عندنا. اذا شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا ال 3 سيتادير هي شحال؟ صفر ناقص 200 على 3 فوا ال 1 سيتادير ال 1 هو 3 على جوج. الوغ هنا تعطينا سي ناقص 100. الوغ لا فالور لي موراها عندنا هي شحال؟ دونك هادي مشات. اذا عندنا ناقص 500 على 6 ناقص 200 على 3 فوا ال 2 سيتادير 1 على 4. الوغ عطانا سيدي شي شحال؟ سي ناقص 100. الوغ بقات لينا لا فالور لخرا عندنا هي شحال؟ عندنا ال 3 سيتادير 0 ناقص 200. اوكي يعني هادي هي مشات. الوغ بقات عندنا هنا 200 على 3 فوا ال 1 سيتادير 0، يعني عطانا العجب كامل شحال؟ سي 0 هي مشات. الوغ شنو بقى عندنا هنا؟ بقات عندنا اخر لينا هنا باش تلقاو هنايا لا فالور عندنا شحال؟ سي ناقص 5000 موان 200 فوا 15 اللي غادي تعطينا سي موان 5000. اذا هنا كنلاحظ ان كل شيء ولا سائل، كاين اعداد سالبه وزيرو. اذا وصلت، اذا هذا بلا ما نكالكولي، ولكن خصني نكالكولي هاد لافالور هادي. غنفسر لكم من بعد علاش. دونك لا فالور الاولى ما نكالكولوهاش، دونك ديجا مكالكول. لا فالور الثانيه كذلك، ومثال الثالثه الرابعه. الو حنا اللي كتمنا هي الاخرانيه، هادشي اللي غنحط انا. الو واش عطينا؟ عطينا ال 2 اللي هو 210 موان 6 فوا فوا ال 1 اللي هو 15، عطاتنا هي 120. الو سي بو. دونك دابا نعطيو لا كونكليزيون ديال هادشي. اوكي دابا نعطيو لا كونكليزيون. دونك لا كونكليزيون اون اوبتي لا سوليسيون اوبتيمال، لقينا اشنو عندنا؟ عندنا دونك لي هما اورباس كيساوي زيرو. صافي نشوف دونك لي اون هنا في اون باز، اون باز كيكونوا هما الاوبتيمال. يعني هنا عطاتنا شحال؟ سي 15 او 1 دو ايطوال ساوتنا هي 120، هما لا فالور لي مقاودين معاهم باش هادوك يكون عندهم قيمة. أما اللي كيكونو أوغ باس دونك باغ إكزومبل إكس تو إطوال غتساوي زيرو، و أو أن إطوال تا هي غادي تساوي شحال؟ زيرو. و لو زد لو ماكس ديال لو زد هو لا فالور دابسولي ديال هاد الأخراني كيعطينا هنا، كنديرو القيمة المطلقة كيعطينا شحال؟ سي سي ميل. أوكي و كانت هادي هي طبعا انا علاش عطيت هاد الجوج؟ حيت اوغ باز صافين و كانوا داخل لافاز، دونك كنعطيهم القيم ديالهم اللي كتكون اون فاس معاهم، كنلقى لي سوليسيون هنايا. الوغ كنتمنى ان تكون فاتكم هاد الفيديو ولو شويه، واخا كان الشرح شويه ناقص سمحوا لي، لان كانت عندي واحد الظروف مهم في شكل. دونك كانت هادي ميثود. المهم غير عاودوا الفيديو ثلاث مرات اربع مرات راه تفهموها ان شاء الله الرحمن الرحيم. كان معكم عدنان تعليم من قناه عدنان تعليم. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، ولا ما عجبكمش ديروا نو جيم با. دونك اللي بغيتو تابونا معنا باش يوصلكم كل جديد ما كيبوبلي عندنا نتايا. شكرا.